بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، الرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا والحرية لمعتقلينا ونصر قريب لثورة الحرية والكرامة ودعم للجيش السوري الحر. نعلن عن تشكيل كتيبة صخور الطار في ريف حماه بقيادة المجاهد خاتم محمد، ونعاهد الله أن نحمي شعبنا ووطننا وحرائرنا وأطفالنا من الكتابة الأسدية المجرمة وعصابات الشبيحة التي تعي فسادا في الأرض حتى إسقاط هذا النظام المجرم. ووعدا منا وللشعب السوري الأبي ولجيشنا الحر أن نبقى على أهدنا حتى آخر حر فينا، وما النصر إلا من عند الله. كتيبة صقور الطار، عاشت سوريا حرة أبية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.